يقول من طاف التطوع هل تلزمه صلاة ركعتين خلف المقام وإن كان في أوقات النهي؟ اللزوم ما تلزم، ركعة الطواف سنة ما هي بلازمة لجمهور أهل العلم، ومكانها عند المقام إن أمكن أو في أي مكان من المسجد الحرام من الأروقة أو الدور الثاني أو الثالث أو حتى خارج المسجد داخل الحرام لا بأس.